مرحبا. السينما الكردية والمسرح العربي كيف تراها الناقدة والأكاديمية الدكتورة كوثر جبارة، الأستاذة في كلية الفنون الجميلة جامعة دهوك، حيث لها مؤلفات وكتابات ومتابعات للسينما الكردية وللمسرح والفن العراقي العربي؟ أهلا وسهلا دكتورة، يسرنا في روداو عربية أن نستضيفك. وسؤالنا الأول، يعني هل هناك سينما كردية بحيث وضعتي هذا الباحث أو هذا الكتاب عنها؟ أولاً أهلاً سهلاً بحضرتك، ويسعدني أن ألتقي بك مرة ثانية. التقينا المرة الأولى في مهرجان دهوك، والآن نلتقي في معرض أرضي. كان من المهرجانات الناجحة بالفعل. وأيضاً أرجع إلى موضوع السينما الكردية، نحن نطلق المصطلح تجوزاً على اعتبار أن وجود سينما معينة لها هوية معينة تتطلب مجموعة من الشروط والمتطلبات، وهذا نوعاً ما غير متحقق في السينما الكردية. فمثلاً هوية السينما على اعتبار أنه هي كردية بالحقيقة تنطلق من مجموعة اشتراطات تتحقق في بعض الأحيان ولا تتحقق في بعض الأحيان. ناقشت هذه المسألة في كتابي عن السينما الكردية، أعطيت العنوان السينما الكردية، لكن في تمهيد الكتاب بحثت عن هوية السينما الكردية وإلى أي مدى من الصحيح أن نقول السينما الكردية، أو الأصح أن نقول الأفلام الكردية. حتى نصنف سينما معينة لابد أن يكون لدينا على الأقل هوية بصرية. هذا الشرط الأساسي لتصنيف السينما بهوية معينة مفتقد في السينما الكردية. في بعض يبقى كل فيلم حسب أسلوب من المخرج الخاص به، بعضهم يقتربون من أسلوب السينما الإيرانية، بعضهم يقتربون من أسلوب السينما التركية، بعضهم يقتربون من أسلوب السينما اللي موجود في الغرب العراقية. على اعتبار أنه هم والعراقية أيضا، لكن هذه الأشياء لأنه أكثر علاقات وصناع السينما الكردية متوزعين في هذه الأماكن، في إيران، في تركيا، وفي المهجر عفوا. فلذلك تشوف كل مخرج إلى الستايل أو الأسلوب الخاص اللي يقربه من السينمات الأخرى. مثلاً شوكة كوركي كثيراً ما تخطر على بالك السينما الإيرانية وأنت تتفرج على أفلام شوكة كوركي. هشام زمان وهنر سليم تشوف أفلامهم أقرب إلى هوية الأفلام الغربية أو الدول اللي ساكنيها، على اعتبار أنهم من الأكراد العراقيين اللي موجودين في المهجر. فلذلك الاشتراط الأساسي هو ليس اللغة، لغة الحوار، لأن السينما لغتها حضرتك أدرى لغتها خاصة، لغتها هي لغة الصورة مو لغة الحوار. فلغة الحوار هو مجرى صوتي يدعم الصورة أو الهوية الصورية. أي نعم لغة الحوار هي كردية في مختلف لهجاتها، لكن اللغة البصرية هي ليست هوية بصرية كردية وإنما متنوعة. بالوقت اللي تحدد أو تتحدد معالم هذه الهوية الصورية، نستطيع أن نقول بثقة هذه سينما كردية. لكن نحن نقول، ما أدري إذا أقدر أستعير اصطلاح البلاغين وأقول على اعتبار ما سيكون، ربما في يوم من الأيام، خاصة أن السينما أو الأفلام الكردية والمخرجين الكرد هم جادين بهذه القضية وبهذا المشروع، فلو وصلوا في يوم من الأيام إلى تحقيق الهوية البصرية فهنا سيتحقق ما سيكون وستصبح لدينا سينما كردية فعلا. في هذا المعرض، معرض أربيل الدولي للكتاب نسخته 16، عندك 4 مؤلفات، 4 كتب مشاركة؟ نعم. اللي هي من حسن حظ أكيد، اللي هي الرواية العربية بين النص المقروء والنص المرئي السينمائي، وهو بالأصل أطروحتي للدكتوراه لكن كتبتها بعد المناقشة بطريقتي، وطبعت عن طريق مؤسسة المدى دار العالي للطباعة والنشر. وأيضا كتاب السينما الكردية اللي هو حاز على منحة آفاق للدراسات حول الفنون في عام 2021، طبعتها أيضا مؤسسة المدى دار العالي. واتحاد الأدباء والكتاب طبع لي مؤخراً في قبل أشهر كتاب بحوث في السرد العراقي، وهذا الكتاب بصراحة أنا أعتز وأفتخر به جداً، ليس لكونه فقط صدر عن مؤسسة مثل الاتحاد، ولكن لأن جهد 10 سنوات نقدية. الكتاب مقسم على 3 أبواب، الباب الأول عن القصة العراقية القصيرة، الثاني عن الرواية العراقية، والأخير عن السرد العراقي المرئي، وتناولت بمجموعة من الأفلام القصيرة وأحد المسلسلات التلفزيونية. بهذه المناسبة يعني حضرتك تجمعين بين النقد السينمائي والمسرحي والنقد الأدبي، يعني باعتقادك هناك روايات عراقية وروايات نفترضها ناجحة، لماذا السينما، يعني هل علاقة
بين السينما العراقية والإبداع الروائي أو السرد العراقي علاقة إذا ما تقول غائبة فهي شبه غائبة. يعني لم تتم الاستفادة على مثل السينما المصرية مثلا اللي استفادت من يوسف السباعي ونجيب محفوظ وغيرهم من الروايات المصرية، باعتقاد شو السبب؟ بصراحة أستاذ يعني أنا أتفق ويا حضرتك أنه حالياً، بس خليني أضيف كلمة حالياً، أنه الاستفادة من الرواية العراقية قليلة، لكن إذا رجعنا شوية إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت راح نشوف مجموعة كبيرة من الأفلام العراقية، أربع خمس أفلام يمكن أكثر، استفادت من الروايات ومن القصص القصيرة، وهذه كانت بصراحة حسب رأيي المتواضع كانت أفلام ناجحة وحققت صدى في وقتها. وحقيقة قبل فترة أنا لما طلعت عليها ورأيت المتوفر منها على اليوتيوب تفاجأت بمستوى هذا الفن السينمائي مقارنة باللي موجود أول حالياً. فيلم الضامئون مع عبد الرزاق المطلبي، وأيضا فيلم عبد الرباعي النهر والأسوار أعتقد، هو والعاشق شيء كان لعبد الخالق الركابي أيضا إذا ما خانتني الذاكرة، شيء عن عبد الله العاشق وفيلم المسألة الكبرى. المسألة الكبرى ما كانت رواية، كانت تاريخ. نعم المحاولة الأخيرة كانت المسرات والأوجاع للأستاذ محمد شكر الجميل، للأسف ما صارت الفرصة أنه أشاهد الفيلم، لكن قرأت نص السيناريو، لكن هاي هناك مسافة واسعة بين الرواية وبين السيناريو. كلها إنجازات من دائرة السينما والمسرح، يعني إنجازات حكومية. القطاع الخاص ما استفاد من الرواية؟ لا ما استفاد، لكن على حد علمي هنالك قصتين قصيرة استفيد منها بأفلام قصيرة، ورواية واحدة أنتجت فيلما قصيرا، هي رواية مشرحة بغداد للدكتور برهان الشاوي، أنتجت فيلم قصير من 14 أو 15 دقيقة بعنوان ورقة التوت. فهذه المحاولات دكتور، أكو مسألة لا تنساها، أنه الصناعة السينمائية في العراق ما تقارن بالصناعة السينمائية في مصر مثلا، فلذلك يعني المستوى اللي فيه الصناعة السينمائية العراقية متأهلة، لا هي القدرات البشرية أو الكوادر خلينا نقول العاملة كبشر بالسينما تشبه الكوادر المصرية، ولا القدرات المادية لنقول، لأن السينما هي صناعة أيضا وهي تجارة بالوقت نفسه وبنفس الوقت هي فن، فهذه الأمور صعب شوية نقارنها. لكن تبقى أيضا مسألة طبيعة الرواية العراقية، هل الرواية العراقية مثلا رواية درامية سادة ممكن أنه أنت تكتبها مباشرة؟ الرواية العراقية أعتقد فيها سمة مسألة الاهتمام باللغة، الاهتمام بلغة الرواية الضيع بالسينما، لأن أنت كروائي لو ركزت على لغة الرواية لما تتحول إلى السينما لازم تبسط اللغة حتى حوار الشخصيات اللي ينقل بالرواية بطريقة معينة يصل أكثر إلى الناس ويتفاعل مع الناس، على اعتبار أنه المستويات الثقافية التي تقرأ الرواية والمستويات العمرية تختلف عن المستويات التي تشاهد السينما أو تشاهد التلفزيون، ولذلك حتى لو استفدت من نص روائي راح تعيد كتابته بطريقه تتلائم مع الوسيط الجديد اللي هو الوسيط المرئي، وهذه اكبر مطب وقعت بمثلا روايه المسرات والاوجاع. المسرات والاوجاع لا تصلح للسينما حقيقه، فعندما لكن قرأت نص لكن السيناريو من تقريها المسرات والاوجاع نعم تتخيليها فيلم، يعني حتى لغه حتى لغتها ما اتفق مع حضرتك، لانه المسرات والاوجاع بالتحديد فيها عمق، فيها حفر في الشخصيه، فيها تمددات وتشعبات في المجتمع العراقي وشخصية الفرد العراقي وشخصية المثقف العراقي. أنا ما شاهدت الفيلم لكن قرأت السيناريو ووجدت أن هذه الأمور كلها مختفية. بالمناسبة كتاب بحوث في السرد العراقي فيه جزء أو أحد الأبحاث كان عن تقديم الشخصية وبنائها بين الرواية وبين النص السيناريو، فهنا أنا عمق شخصية توفيق عند التكرلي اختفى في السيناريو. أنا حقيقة يعني ما أعجبني مشكلة كاتب السيناريو، إن إحنا ما عندنا سيناريست ممكن قصطة مثل ما يقولون، ممكن يعني مصريين أو روايات نجيب محفوظ سهلة، روايات من المجتمع من القهوة ومن الحارة ومن لكن أيضا يعني جعفر علي من أخرج فيلم خمسة أصوات، غاب طعمة فرمان شخصيات سلسة وقريبة من المجتمع أيضا ما نجح هذا نعم ممكن جدا يكون الخلل في الكتابة، ممكن يكون الخلل في تسويق الفيلم. لا تنسى نرجع مرة ثانية ونقول انه هي صناعة وتجارة، لو كان
هنالك نقص في جانب معين وعوضناه بالمسائل التسويقية، ممكن يكون هذا النجاح؟ ما أعرف يعني، أنا أتساءل حاليا، لكن أتخيل يؤدي أو يلعب دور خاصة مسألة التسويق، لكون بعض الأفلام أو بعض الأعمال حتى الروائية يسوق لها بشكل مبهر، لكن عندما تطلع عليها وعندما تدخل إلى عالم هذا النص سواء كان مقرؤا أو مرئيا سينمائيا تكتشف أنه لا يستحق أو ليس بهذه العظمة التي يتحدث عنها أو تتحدث عنها حملات التسويقية. فلذلك ممكن أن تكون أكثر من يعني يكون أكثر من سبب لهذه القضية. احنا درسنا في أكاديمية فنون جميلة سينما، كانوا أساتذة يعني كتابة سيناريو أو سيناريست من خارج العراق. كان جعفر علي درس تقنيات سينما، يعني أنا أعتقد أو مو أعتقد، متأكد أنه كتابة السيناريو هي صياغة جديدة للرواية 100%. وهذه اللي ماذا تصير بس 100% دكتور أستاذ، لأنه كتابة الرواية تعتمد على مفردتها الكلمة أو المفردة، هذه المفردة راح تكون جملة والجملة تكون فقرة وتكون تركيب وعبارة وإلى آخره حتى تتكون النص الرواية عندك. لكن السينما هي مفردتها الفريم الواحد، الصورة الواحدة، مجموعة الفريمات تكون ثانية والثانية تكون دقيقة، والمشهد والزاوية واللقطة كلها لها معاني تختلف عن معانيها في الرواية. مثلا أبسط مثال دائما حتى أقوله لطلبتي، لو أريد أن أقول فلان عصبي في الرواية أستطيع أن أقول وكان شخصا عصبيا، صح ولا لا؟ لكن في السينما ما ممكن أنه أأشر على هذا الشخص وأقول هذه الشخصية شخصية عصبية، مستحيل. تمثيل. أحتاج بالضبط، أحتاج إلى مساحة واسعة من الفيلم السينمائي حتى من خلال التصرفات أثبت أن هذه شخصية عصبية. ليش؟ اعتبارا أو اعتمادا على القاعدة الأساسية لا تخبر يجعله يحدث، هذا في النصوص المرئية. بالمقابل في النص الروائي أحتاج ربما إلى 10 صفحات حتى أصف غرفة واحدة، صح ولا لا؟ لكن هذه الغرفة في ثانيتين أستطيع أن أوجه الكاميرا عليها بلقطة واحدة أو حتى بفريمة واحدة أستطيع أن أطلع على كل موجودات الغرفة. فلاحظ هنا الفرق بين الزمن المستغرق بالنص الأدبي المقروء والزمن المستغرق بالنص الأدبي بالنص عفوا المرئي. السينمائي والتلفزيوني يستويان في هذه المسألة، يختلف حسب القضية اللي تعالجها أو حسب ماذا تريد أن تقول. في بعض الأحيان أنت تحتاج إلى فيلم كامل أو المسافة السردية كاملة في النص المرئي حتى تقول معلومة واحدة، بالمقابل بالرواية في كلمة واحدة تستطيع تقولها، وبعض الأحيان بالعكس. لذلك إعادة صياغة ما هو موجود في الرواية أصعب ربما من إعادة أو من الإبداع من الصفر، لأنه سيكون إبداع على إبداع. هذه واحد. اثنين، مسألة تعدد المرسلين لنقل. ليش؟ لأن الرواية عندي كاتب واحد، هذا الكاتب الواحد يريد أن يقول شيئا واحدا فيجرد من ذاته مؤلفا ضمنيا ويقترح هذا المؤلف الضمني سارد في داخل العمل الأدبي، فتستمر هذه السلسلة السردية ويقدم المسرود لمسرود له ولقارئ ضمني ثم للقارئ الحقيقي. تعرفين حضرتك دكتورة أنه ما فد يوم روائي رضى عن فيلم أنتج عن روايته. نعم، وهذا اللي بما فيه نجيب محفوظ، وهذا اللي دا أقوله. ماركيز، نعم، من أجمل رواياته الحب في زمن الكوليرا، نعم، اعتبره فشل ذريع. نعم. ماركيز كان يعترض على تحويل الروايات. عندما تحولت رواية الأم قال ليش يروحون إلى رواية مثل رواية الأم، خلي يروحون إلى فلان مسرحية، هي مسرحية شعبية ومسرحية اجتماعية، هي أقدر إنه توصل للبشر من رواية الأم. رواية الأم لا تصلح أن تكون للسينما، هذا رأيه طبعا. وهذا اللي دا أذكره لحضرتك، إنه هذا إبداع على إبداع. فالآن من هو مرسل النص السينمائي؟ هل هو كاتب السيناريو؟ هل هو المصور أو مدير التصوير؟ هل هو المخرج؟ هل هو من يعد النص إذا كان مختلفا عن كاتب السيناريو؟ الروائي هو واحد، هنا في النص المرئي كاتب السيناريو هو واحد، الروائي نفسه هو اثنين أو قبل الكاتب السيناريو، مدير التصوير عندما يختار الزوايا واللقطات والكذا والكذا، المخرج، الممثل نفسه هو مرسل، كيف يرسل لك أو كيف يقدم لك الشخصية. فهذا سيصبح إبداع على إبداع على إبداع. فلذلك المسألة تصير أصعب. ناهيك عن مسألة المقارنة. صناعة السينما صناعة معقدة. نعم. يعني اللي يستسهل صناعة فيلم وهذا فشل للفيلم. نعم. تماماً. نعم. نرجع على معرض أربيل الدولي للكتاب، هل وجدتي يعني هناك كتب تعالج مسألة السينما والرواية أو تعالج أو النقد الفني؟
نعم موجوده كثير من دور النشر عندهم هذه او هذا الاتجاه بالبحوث، وخاصه دور النشر المصريه هي متفوقه بالسينما ومتفوقه بالدراسات عن السينما ايضا. اضافه الى مساله في بعض الاحيان معرض الكتاب يستضيف عروضات افلام، يستضيف مخرجين، ما اعرف الى حد الان احنا ما طلعنا عن المهرجان الكامل او المنهاج الكامل للفعاليات الثقافيه لهذه السنه، لكن كل سنه احنا متعودين من المعرض ان يكون هنالك على الاقل يا اما عرض فيلم او مجموعه افلام قصيره، يا اما ندوه سينمائيه، يا اما توقيع كتاب سينمائي. فننتظر الايام القادمه ربما انه تكون فيها هذه الفعاليات. أنت تحدثت عن الثلاث كتب، بقى كتاب رابع. الكتاب الرابع هو تبئير الفواعل الجمعية، اللي هو كان أطروحتي للماجستير اللي أخذتها في سنة 2012 في جامعة الموصل، لكن هي الطبعة الثانية اللي صدرت عن دار أهوار للطباعة والنشر، أتخيل موجودة في جمعية الناشرين والكتبين العراقيين، وهي تتحدث عن الشخصية في الرواية لكن ما لها علاقة بالسينما بصراحة. هل تجدين هناك أمل في طلابك في كلية فنون جميلة في دوك في مجال السيناريو، السينما، المسرح، ولا البحث عن شهادة؟ بصراحة شوية صعب أجاوب، لأنه أنا أدرس في قسم الفن التشكيلي، أدرس مادة النقد الفني، الفن التشكيلي، النقد الفن التشكيلي. إلى حد الآن إحنا لم نفتتح قسم دراسات سينمائية أو قسم نقد سينمائي أو كذا. الأقسام الموجودة هي قسمين، قسم الدراما اللي هو المسرح وقسم الفن التشكيلي. فالسنة الماضية أنا درست مادة السيناريو في قسم المسرح. بصراحة هنالك عائق كبير يقف أمام الطلبة، هي مسألة اللغة. الطالب من هذا الجيل اللي حاليا بالجامعات لا يتقن اللغة العربية ولا يتقن اللغة الإنجليزية بطريقة جيدة، فهو في مكان بعيد جدا عن المصادر. المصادر شلون؟ هاي بالضبط هي هاي المشكلة الأساسية، في مكان بعيد جدا عن المصادر. اللغة اللي يتقنها فيها قليل من المصادر، ولو كان فيها مصادر ربما ما تكون المصادر أو المراجع الأساسية في الفن أو في النقد، لأنه يصعب ترجمة كل شيء إلى اللغة الكردية. بنفس الوقت يصعب أنه أنت تقدم للطالب المرجع الموجود عندك بالعربية أو بالإنجليزية حتى يستطيع أن يطلع عليها. لذلك تبقى أنت كتدريسي يعني على عاتقك مسؤولية كبيرة بكيف تنقل المعلومات اللي موجودة بهذه المصادر باللغة العربية إلى الطلاب بطريقة مبسطة وباللغة اللي يفهموها. فهذا راح يكون يعني نقدر نقول جهد مضاعف، أنه أنت تحاول بطريقتك أو بمساعدة الآخرين بترجمة. ولأن الكتب الكردية دول النشر الكردية مهتمة بالموضوع حقيقة. هذه السنة أنا شفت يعني كمًا الكتب الكردية كثيرة والدور النشر الكردية كثيرة والمؤسسات الثقافية الكردية كثيرة مشاركة بهذا المعرض حتى قياسا بالسنوات السابقة، لكن بصراحة ما أقدر أحكم على نوعية الكتب، لأن أنا صح أقرأ الكردية لكن جدا قليل، يعني أفضل أن أقرأ وأستفيد من الكتب العربية أكثر، لأنه قراءة الكتب الكردية تأخذ وقت من عندي أكثر من الكتب العربية، على اعتبار أني يعني صح أتحدث الكردية لكن بلهجة معينة، لكن لغة الكتابة الكردية تختلف عن اللهجة اللي أتحدثها، فلذلك شوية صعبة علي، فما مطلع على العناوين اللي موجودة. بالعكس أبحث أنه في هذه المؤسسات عن ما ترجم من الأدب الكردي إلى العربية حتى أحاول ربما أن أدخل. ما سعيت إلى ترجمتها مو أنت؟ نعم. أن تترجم إلى الكردية؟ حقيقة ترجمت لي بعض المقالات، نشرت في جريدة أفرو مثلا مقالات، في مجلة جيرانوا أيضا صدر لي مقالات بالسورانية، لكن أنه أنا أكتب بالكردية هذا شيء لا مو ما ممكن. تترجم. أن تترجم، كان هنالك اتفاق لترجمة كتاب بالسينما الكردية إلى اللغة الكردية على اعتبار أنه هو يتحدث عن هذه المسألة، لكن يعني تعرف مسألة النشر أيضا هي فيها جانب مادي وجانب تجاري، مسألة الحقوق، هل دار النشر التي نشرت الكتاب بالعربية تعطي أو تسمح بالحقوق للترجمة أو لا، فهذه الأمور بصراحة احنا يعني المؤلف ما يتدخل بيها، هذه تبقى بين دور النشر. فلذلك أنا من ناحيتي يسعدني طبعاً ويشرفني ويزيدني فخر أنه تترجم أشياء يعني البحوث أو أفكاري إلى اللغة الكردية، لكن خلي سووها ما نسويها. دكتورة كوثر جبارة، الأستاذة، أستاذة النقد في كلية فنون جميلة بجامعة دهوك، شكراً جزيلاً لحضورك معنا وللمعلومات الغنية التي طرحتيها في هذا الحديث. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أعزائي مشاهدي الرد العربية، شكرا لمتابعتكم
ولنا لقاءات قادمة. سلام.